هذا ربما خير دليل على ذلك الفيلم السينمائي الذي تقوم بإعداده بإنتاجه رفقة مجموعة من الزملاء ليهتم بالشباب الجزائري الذي ينشط عبر الوسائط شبكات التواصل الاجتماعي. حدثنا عن هذه التجربة. هي التجربة هذه أحدثت الكثير من اللغط يتسبب فيه شخص واحد، و ما نقولش انه كان مقصود او غير مقصود، ما تخش في النوايا على كل حال، لكن لازم بعض الامور تتوضح. تكلمنا قبل على العمل لانه نحب نعرف هذا العمل، هذا الفيلم السينمائي، واش هي القصه نتاعو اللي هو اثار جدل حتى قبل ان يتم انتاجه. ما قبل الانتاج، نعم. يعني حتى ما قبل الانتاج رانا في جدل. هي انا العمل هذا بديناه في بدايه 2016، يعني عنده سنتين. الجدل جاء من فكره انه الناس ظنت انه هذا المشروع بدا مؤخرا وعلى جال شخص معين، يعني فهنا هنا اللي الشاب ريفكا يعني قالوا انه وزير الثقافه دلوا فيلم على جاله. لا، ما كاش من هذه، وهذا امر موش سر، لانه احنا العام اللي فات في الحفل اللي عملناه في ديسمبر اعلنا عن المشروع وقلنا باللي احنا سنه واحنا نشتغلوا، كان عندنا ديجا عام واحنا نشتغلوا، ولينا 15 شاب كان حاضر معنا. فالناس اللي مركزه مع هذا الشاب تحديدا لعده اعتبارات، لكن هذوك الشباب ال 15 وكانهم الان هم متجاهلين، هم مش كانهم مش موجودين، على الرغم من انه في وقتهم يعني الناس ربما لان اليوم. ريفكا هو الذي احدث هذيك الضجه بانه استطاع ان يجمع الالاف من الشباب لا في رياض الفتح. ربما هذه الضجه هي اللي خلته يعني خلته. لا، هذو الشباب ايضا يعني عندهم جماهيريه كبيره، يعني هذو الشباب اللي جمع ايضا عندهم جماهيريه تاعهم. الامر اللي احدث هذا اللغط انه الناس فكرت انه قالوا، مع العلم انه الوزير استقبل هذو 15 شاب في المكتب تاعه في فيفري 2016، ولما عملنا الحفل في ديسمبر 2017 اعلنا عن المشروع، كان حاضر معنا وقدم هو الشباب هذوما، لكن تم يبدو انه الناس تريد التركيز على امر بعينه حتى تروج الاكاذيب وامور مغلوطه. ربما الذين يعني ركزوا اكثر وتكلموا اكثر حول الموضوع وحول الشاب ريفكا تساءلوا، هذا يعني وجهه نظرهم، قالوا انه هذا الشاب ماذا قدم؟ ماذا قدم للمجتمع الجزائري؟ مثلا يقول لك كاين شباب في سنه ينشطوا اجتماعيا انسانيا، ينشطوا في المجالات الخيريه، يعني قدموا اشياء للمجتمع. هو ماذا قدم؟ يعني ربما تساءلوا. مش فوكاسيون تاع فيلم دو سينما باش يكرم ولا يعطي فرصه للناس المشتغلين في الجانب الانساني، هذاك امر اخر تماما، ما عندوش علاقه بهذا الموضوع. وحتى هذا الشاب يعني اكثر من يعني حملة يعني خيرية. على كل حال الموضوع انه الناس تقول واش هي موهبتهم ولا واش هو يدير ولا هذوك علاش وكذا. هذا فيلم واحد من اصل عشرات الافلام التي انتجت في الجزائر. من حقهم ياخذوا فرصتهم كجزائريين. بالضبط، يعني بالضبط. عشرات الافلام التي انتجت وكانت سيئة جدا وخباوها، اضطروا انه يخبيوها الاطراف المنتجة هنا في الجزائر، ما عرضوهاش بعد العرض الشرفي لانه كانت سيئة. واحد ما حكى عليها. مجموعة شباب ولا مرة خذوا فرصة، أول مرة عادة ما حين يعطوهم فرصة، الناس قاعدة تحكي عليهم. يا سيدي معليش، خليهم ياخذوا هذه الفرصة، وحنا مستعدين أنه نخرجوا ونتحاسبوا من بعد لما يخرجوا فيهم، إذا ما عجبش الناس كل واحد يحكم داره. أنا واحد من الناس حتى أنه فنان يعني معروف اللي هو صويلح صالح أوغروت رفض المشاركة في الفيلم. هو لم يرفض. ولم يرفض. الامر حدث بالترتيب التالي، انه اولا الوزير اتصل به بعد الاجتماع الاول، لانه ما كانت لا فكرتي لا فكره المخرج يحيى مزاحم لا فكره الوزير انه يكون صالح اوغروت معنا في الفيلم، كانت فكره الشباب. الوزير سالهم بلطف، قال لهم انتوما من هو الفنان يعني اللي تحبوا يكون معكم في العمل، يكون معكم في هذا العمل كضيف شرف، تتعلموا منه شي امور ولا يسعدكم التواجد تاعه معكم. حتى المرافقه نتاعو لهؤلاء الشباب يعني عنده معنى كبير بالنسبه لهم. ايه بالضبط، فهم اللي طلبوه بالاسم، وطلبوا اكثر من فنان اخر، وهذو الفنانين الاخرين كان مفاوضات بيناتنا والامور تصير بشكل طبيعي.
هو اتصل به وقال له، انه وضح له طبيعة الفيلم، عطى موافقة مبدئية. هذه قبل في فيفري 2016، يعني قبل سنتين. اوكي، قبل اسبوع كنا مبرمجين انه نعملوا ندوة صحفية. كلمه قبل الندوة الصحفية بأيام، قال له انه حنديروا نعمل ندوة صحفية باش تجي تحضر. قال له اوكي. بدأ التواصل بينه وبين المخرج، انه حنا ما كناش حابين نمدوا السيناريو الا لما توافق عليه اللجنة، باش نضمنوا انه ما فيش تغييرات من بعد. يقول لك غيرت لي دوري، غيرت لي كذا. قلنا حتى يعني يتوافق عليه من اللجنة نعطوه للناس، انه الناس ما على بالهاش انه اللجنة ممكن تمد تحفظات، تقول لك غير لي هنا، غير لي هنا، عدل لي هذه ما عجبتنيش. من حقها كلجنة. اوكي، وحنا لا ندعي الكمال، انا كسيناريست لا ادعي انه كتبت سيناريو خرافي، يعني كتبت سيناريو بامكانياتي وباجتهادي يعني. كلمه قال له نعطيك، قال له انا حاب نشوف السيناريو. قال له اوكي نتلاقاو ونبدو لك. قال له انا ماشي في العاصمه، راني في البليده. هو يقيم بين البليده والعاصمه. قال له كي ندخل من البليده للعاصمه نكلمك. ما كلمش، هو ما كلمش. الذي حدث انه الوزير، انه بينه وبينه اتفاق شفهي، ودائما في باله كان يعتقد انه هذا الفنان يتحكم من لسانه بالاتفاقات الشفهيه، بفرحة هكايا وبعفوية صرح في إحدى القنوات، قال إنه راح يكون معاهم الفنان الفلاني. هو لا كلم المخرج من بعد، لا كلم الوزير، راح كتب منشور. هذا المنشور هو اللي تسبب في كل هذا الجدل. علاش؟ أولا أوحى بأنه لا علم له بالموضوع، إنه الشباب تاع شبكة التواصل هم اللي راح يشاركوا في الفيلم، كأنه ما كانش على باله. ثاني حاجة كتب واحد الامر على السيناريو هلامي هكا موش واضح، خلى الناس تعتقد انه هو قرا السيناريو ورفض لضعف السيناريو. وهذا امر انا ما نسمحش انه يتقال عليا ليلى بكل بساطه. يعني انا واحد من الناس سكت في هذيك المرحله، ما حبيتش نعقب، لكن توالي التصريحات كان لازم يخليني، كان واجب عليا اني نعقب ونقول للناس ونوضح للراي العام باللي هو ما قرا حتى حرف في السيناريو بكل بساطه يعني. وبالتالي انه حديثه عن انه رفض بناء على انه السيناريو يقدر هو يخرج. يعني البارحه وصلتني رساله من المخرجه فاطمه بالحاج، هي زوجة الفنان صالح اوغلو، تقول لي علاش راك تتحامل عليه، هو لم يقرا السيناريو. قلت لها انا اولا لست اتحامل عليه، هذا اولا، انا ارد، من حقي اني نعقب. ثاني حاجه هو يقدر يقول للناس، يقدر الان يوضح انه ويعفيني انا من هذا اللغط وهذا الجدل اللي اضر بي بطريقه وباخرى، انه يخرج يقول للناس الامر مثل ما كتب بالسطات ويفتح به كل هذا الجدل. يقدر يلهي هذا الجدل منشور على فيسبوك يقول صح هذا السيد انا ما قريتش السيناريو تاعه، وعلى انسحابي، هو حر ينسحب، حر كما يشاء ينسحب من اي مشروع، لكن ما ينسحبش بس يعني خاصة انه ما كانش الاسباب اللي اولدها ما كانش صحيحة 100%. ما نقولش انه كذب، طيب لكن ما كانش الاسباب مثلا. ما الذي يجعل فنانين كبار يرفضوا مشاركة مبتدئين شباب ربما راح يخوض التجربة تاعو الأولى في مجال التمثيل، وهما يطالبوا بوجود ممثلين كبار بالاسماء، ثم يعني ما يحظاوش بهذا هذا الشرف ان صح القول؟ انا نقول لك شوفي، اي فنان من حقه انه يرفض اي عرض. هذه في اي مهنه من المهن، بغض النظر عن الفن، والفن تحديدا فيه مرتبط كثير بالمزاج تاع الانسان، فهو من حقه انه يرفض. مشكلة انه ما رفضش في البدايه، ولما اعلن انسحابه اعلنوا بطريقه انا اشوفها غير لائقه ابدا. انه واحد يرفض انه يشارك مع مبتدئين حقه، هو حقه الطبيعي. لكن انا الشيء اللي انا عارفه يعني الان ونقدر ناكده لك، انه هو ندم على تصريحه في الشغل. اوكي. ندم خاصه بعد ما شاف الطريقه اللي حكى بها الشاب عليه، وعرف هذاك الشاب واش كان يحكي، وعرف يعني زاد تونسيون تاع هذاك الشاب اللي كان حاب يتعلم، كان دايرو قدوه، وبعد انصدم فيه للاسف يعني. طيب نروح، هو ربما هذا الجدل راح يكون او يعود بالفائده على الفيلم.
لا هو شوف كل عمل راه تشوف لا هذه الاعمال السينمائيه دايما فيها جدل، دايما فيها يعني. انا ما نحبش الجدل السلبي، انا نحب الجدل الايجابي، نحب انه كي ندير حاجه نديها بدراعي.